في اي حاجه عايزه توصلي بيها على العيال؟ لا حدا يعد الطن. اهلا يا حبيبتي. انا جارتك الجديده كاميليا، فيك تناديني كوكي. حبيبتي يا كوكي، لا واضح ان انا هحبوك. وانا ميرفت، تقدري تعتبريني زي اختك بالظبط. اي حاجه اموري اعملها لك، يعني ما تتكسفيش. عن جد حبيبتي طبعا. فيني اطلب منك طلب كتير صغير؟ شايفي ولادي هدول الكتاكيت الحلوين الشاطرين؟ اه طبعا. فيني خليهم عندك شوي؟ بس كده طبعا تأمري. واضح ان هم قاعدين. خدي يلا. ولا ده جايين من الاسم. تعال. يلا خش. يلا يلا فوتوا لجوا. خش يا حبيبي خش. وانت خش. حبيبتي شكرا كثير لكي. وعد وعد، اول ما اخلص ترتيب الشقه على طول رح اجي اخذهم. ايه ده، هو انت عامله كل ده عشان ترتبي الشقه؟ ده انا فاكره عندك حفله. لا ابدا، انا هيك. وانا كمان هيك على طول. حبيبتي في اي حاجه عايزه توصلي بيها على العيال؟ لا حدا يعد الطن. يا ساتر. السلام عليكم يا كاميليا. الطلبات. اهلا يا معود. تعا فوت دخلن على المطبخ. لا ما يصحش. وليه ما يصحش؟ يعني حضرتك ست وقاعده لوحدك، ما ينفعش يعني ادخل والناس تقول علي ايه؟ تاكل وشي. وليه تاكل وشك؟ يا ست الكل، حضرتك لازم تفهمي ان انا فيجيتيريان. ايه فيجيتيريان؟ شو خص انك فيجيتيريان بانك رح تدخل الغراض على المطبخ؟ مهجة تزعل مني. مهجة تزعل منك؟ ايوه. طيب اوكي، اعطيني الغراض لشوف وروح عند مهجة. وانا رايح عند مهجة. ايه يلا يا مهجة. فيجيتيريان قال، والله انه مصدق حاله. يا رزانة بعتي صورة الفستان على طول. لا خلاص، رجعي الاخضر وخدي الموف عشان مرفعك. طب خلاص هاتين احنا الاثنين موف. ماشي. انت مين انا؟ انت مين؟ وهي مالها هي البياعة، تجيبي ولا ترجعي؟ مين دول يا ميرفت؟ مين العيال دي يا ميرفت؟ ايه يا صلاح في ايه؟ مين العيال دي؟ دول ولاد البت اسمها ايه؟ كاميليا. كاميليا. كاميليا جارتنا الجديده. دول ولاد كاميليا؟ ايوه. دول ولاد شياطين. اتنين موف، اتنين موف. الشبكه عندك بتقطع. كاميليا اللي قاعده في الشقه اللي كان فيها العفريت؟ ايوه يا صلاح. اقعد يا حاسب. حاسب حاسب حاسب. بقول لك هاتي لصلاح واحد موف 7 اكس لارج. هتجيب لنا 7 اكس لارج؟ قولي لها هتجيب لك انت ميديوم.